فريق أمل غريس المنتمي لقسم ما بين الرابطات استقبل شباب عين فكرون على أرضية ملعب مفلاح عواد بمعسكر في مقابلة كانت السيطرة فيها واضحة لأشبال المدرب بوط، لكن نقص الفعالية حال دون الوصول إلى الشباك المنافس، في حين ركن لاعب شباب عين فكرون في منطقة الدفاع والاعتماد على الهجمة المعاكسة التي ظهرت في نهاية الشوط الأول لتبقى النتيجة بيضاء. الشوط الثاني كان صورة شبه مطابقة للمرحلة السابقة مع انتعاش في خط هجوم شباب عين فكرون بعد التغيير الذي أجراه المدرب كاروف وتهديد مرمى الحارس هزيل الذي كان في يومه وأنقذ مرماه أكثر من مرة. الجمهور الحاضر وطيلة 90 دقيقة انتظر هز الشباك، لكن النتيجة انتهت دون فائز، وسيطرت أمل غريس على أغلب مجريات المقابلة بما فيها الوقت الإضافي، ليأتي هدف التأهل الوحيد في الدقيقة 118 عن طريق هدف جميل متقن الصنع من خلال فتحة اللاعب صحبي من الجهة اليسرى، والمدافع العروسي في منطقة عملية شباب عين فكرون يسجل الهدف، وفرحة كبيرة لدى فريق أمل غريس بهذا الإنجاز التاريخي. لكن النقطة السوداء تبقى في طبيعة الملعب الذي لا يتناسب تماما مع إجراء مثل هذه المواعيد الكروية، خاصة وأن الأسرة الإعلامية وجدت صعوبة في أداء مهامها.